لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع اللي هتكلم عنه اللي اسمه القوة الكاملة للخرائط الذهنية. هذه صورة الخريطة الذهنية، وإن شاء الله راح أكد لكم من هنا قوة كاملة كبيرة بالذات لكم أنتم الشباب. لكن قبل ما أبدأ في التوضيح أو الشرح على الخريطة، أبغى أرجع مرحلة قديمة في التاريخ، لأنها مهمة عشان توضح لكم ليش احنا نقول انا قوة كاملة كبيرة في الخرائط الذهنية. في أحد الأيام اكتشف سقراط الحكيم اليوناني المعروف أن أحد تلاميذه فيدروس يغش. ذلك أن كان فيدروس يلقي خطاب على سقراط مدعيا أنه تعلمه شفهيا، والحقيقة أنه قد تعلمه من نسخة مكتوبة. عاتبه سقراط ورأى أن ذلك خطأ لا يغتفر، وأخذ يروي له كيف أن الكتابة أهديت لأحد ملوك مصر، ورفض هذا الملك المصري على اعتبار عندما أهديت للملك المصري كانت الحجة أو الذي قدمها له كهدية باعتبارها وصفة للذاكرة والحكمة، ورفضها باعتبارها لن تساعد الذاكرة بل ستكون بديل عنها، وأنها ستقود المتعلمين إلى النسيان، وأن الناس سيقرؤون كثير ولا يتعلمون شيئا، وسيكونون بالتالي مدعين للحكمة وليس حكماء. يبين لنا طبعا الكتابة بعد ذلك ازدهرت ونمت وأخذت وقامت بدورها في حفظ العلوم ونقلها ما بين الأجيال المتلاحقة والحضارات المختلفة، لكن يوضح لنا هذا الموقف من سقراط الحكيم اليوناني الكبير ومن الملك المصري أن الوعي الحضاري تجاه وسيلة معينة أو وسيلة ما من وسائل نقل المعرفة واستخدامها وتبادلها قد لا يكون صائب في كل الأوقات. فهل كان برأيكم الرفض من الحكيم اليوناني ومن الملك المصري لوسيلة الكتابة في ذلك الوقت وهي كانت في بداية ظهورها سبب في أفول نجمي هاتين الحضارتين؟ خلونا نستوحي الإجابة من موقف آخر مشابه، والمرة هذه في حضارتين أيضا من أعظم الحضارات التي مرت في تاريخ البشرية، وهي الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية، وأيضا الأمر متعلق بالكتابة. ففي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي اخترع غوتنبرغ آلة الطباعة، والتي سوف تمكن البشر من طباعة كميات أكبر من الكتب بأقل وقت بأسرع وقت وأقل جهد. إلا أن الموقف اختلف ما بين الحضارات تجاه هذه الآلة، فالمسلمين والصينيين رفضوا الأخذ بها بقوة، وذلك لوجود اعتقاد عند المسلمين أو علماء المسلمين في ذلك الوقت أنه لابد من تلقي العلم مشافهة. وتعرفون العبارات تلقي العلم والجلوس عند العلماء بالركب، وعبارة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وفي ذلك الوقت استمروا بالنسخ اليدوي ولم يأخذوا بآلة الطباعة كما أخذ بها الغرب. والصينيين رفضوها لأن كان هناك اعتقاد عندهم أن جمال الخط وأناقته مهم لتولي مناصب عليا في الدولة، فلم يهتموا بها. تعليقا على هذا الموقف يقول بيتر داركر: لقد تقدم الغرب إلى زعامة العالم ما بين عامي 1500 ميلادية إلى 1650 ميلادية عندما أخذ بتكنولوجيا الكتابة المطبوع، وعلى النقيض عندما رفض المسلمين والصينيين الأخذ بهذه التقنية أدى ذلك إلى خضوعهم وتراجعهم. هذه المواقف السلبية من وسيلة كلنا نوقن على أهميتها في حفظ العلوم وتراجعها وفي حفظ العلوم ونمامها. مواقف سلبية حقيقية حصلت في الحضارات تبين أن هناك قد يكون هناك وعي غير صائب في بعض الأحيان. لكن هناك ثلاث نقاط رئيسية نحتاجها لكي نحكم على وسيلة هل هي مناسبة أو لا لعصرنا. أول شيء، أول نقطة، وهي حجم المعلومات. حجم المعلومات مسألة حاسمة. الوسيلة الأفضل في استيعاب المعلومات وحجمها وتزيدها بعد يوم لازم الأخذ، لابد الأخذ منها. الثانية،
سهولة وسرعة انتقال المعلومات. الناس سيأخذون بالوسيلة الأسهل والأسرع لنقل المعلومات. من منكم لا زال يستخدم البريد الورقي بدل البريد الإلكتروني؟ في أحد يفضله؟ هناك يبين لكم كيف أن الناس سيأخذون بالوسيلة الأسهل والأسرع. النقطة الثالثة استيعاب كافة أشكال المعلومات. الكتاب عندما ظهر كان يتفوق على التواصل الشفهي في التعلم بأنه يمكن تضمينها النصوص غير النصوص الصور والأشكال الهندسية والرسوم البيانية، كل ذلك يمكن تضمينه، لذلك كان هو الأفضل. لذلك هذه النقاط الثلاثة لا بد أن نأخذ بها في الاعتبار. الآن سنلقي نظرة على هذه الخريطة. طيب هذه ما أرى أنها الوسيلة الأفضل للمعرفة وتناقلها وتبادلها وتعلمها، هي الخريطة الذهنية أو خريطة العقل كما يسميها تونوبزان. أمامكم هذه خريطة تتحدث، خريطة طبعا خريطة عقلية رقمية وضعت باستخدام برنامج حاسوبي، تتحدث عن كتاب عقل جديد كامل. وكما يتضح لكم ترون صورة الكتاب في منتصف الصفحة، عقل جديد كامل، خلف هذا الغلاف النص الرقمي الكامل للكتاب بصيغة PDF، عشرات الساعات من الفيديوهات والمقابلات أجريت مع مؤلفه ومحاضرات عملت على الكتاب، الكثير من العروض التقديمية التي يمكن إيجادها على الإنترنت موجودة خلف هذا الغلاف، أيضا نصوص لمقابلات إذاعية موجودة خلف هذا الغلاف، كلها مربوطة مع الغلاف مباشرة على الخريطة العقلية الرقمية الموجودة في الحاسب الآلي. الكتاب ينقسم إلى جزئين، وهنا نأتي لعملية التنظيم، جزء أول وجزء ثاني. كما ترون الجزء الأول مقسم إلى خمس عناوين رئيسية عبر عن بعضها بصور وبعضها بكلمات. الصور استخدامها مهم في الخريطة الذهنية لأنها أسهل التذكر وتفتح الأفق للخيال وتستدعي معاني أكثر مع ما فيها من جمال، وسهولة استخدامها الآن تسهل استخدامها. الآن التذكر بالصورة أسهل بكثير من الكلمات، ونحن نعرف أنك أنت تتذكر وين شخص ما تنساه، لكن اسمه تنساه بعد ساعة، لذلك استخدم الصور للتذكر. تحت كل فرع من هذه الفروع الخمسة هناك النص الكامل موجود في خانة الملاحظات لهذا العنوان، وعليه شروحات بتضليل مني لتحديد النقاط المهمة، وأيضا يوجد معه شرح صوتي عن هذا الموضوع وما هي أفكاري وما هي يعني تعليقي أو رأيي أو إضافاتي من أفكار على هذا الموضوع. يمكنك التدرج بالأفكار إلى ما لا نهاية. شوف الفرع الجزء الثاني فوق عند الأدوات الهندسية. الأدوات الهندسية هذه تعبر عن كلمة في عنوان في الكتاب اسمه التصميم. الأدوات الهندسية تفرعت إلى ثلاث فروع، منها المنفعة والمغزى. المنفعة والمغزى تفرعت إلى ثلاث فروع أيضا، الرفاهية والتقنية والذوق، وهكذا. في هذا البرنامج تستطيع الاستمرار في الأفكار إلى ما لا نهاية. كل ما عليك هو فتح المجال لخيالك والاستمرار في الأفكار. هذه الخريطة مربوطة مع الإنترنت بشكل تفاعلي، بمعنى أن كل ما تجده في يوم من الأيام على الإنترنت عن هذا الموضوع بمجرد أن تأخذ نسخ للرابط تستطيع أن تضعه في الخريطة لتجده في مكانه المحدد عندما تريد البحث عنه. من كلامنا الآن تستطيعون تستوحون أن هذه الخريطة على بساطة المعلومات الظاهرة أمامها اللي تجعلك، هذه البساطة في المعلومات تجعلك تتذكر عدد أكبر من المعلومات بسهولة، وأيضا تحوي كل المعلومات الموجودة في الإنترنت عن الكتاب من خلال الروابط الموجودة مع الإنترنت. تجدون أنها أكدت لنا نقطتين اللي ذكرناها أول، أنها حجم المعلومات مسألة مهمة، فهي تحوي كل المعلومات التي يمكن أداءها أو يمكن وجودها على الإنترنت. النقطة الثانية استيعاب كافة أشكال المعلومات، كل المعلومات توجد الآن بأشكال مختلفة، الصور، النصوص، الأفلام، الصوت، العروض التقديمية، أشكال مختلفة،
كلها يمكن استيعابها داخل الخريطة. الكتاب المطبوع الذي أدى الدور الكبير في التاريخ الأول لا يمكن أن يستوعب الأشكال هذا، لا يمكن أن تجد فيديو في الكتاب المطبوع، بل سيقول لك اذهب إلى الإنترنت. لذلك تجد الخريطة هذه متفاعلة تماما، مجرد ما تضغط على الفرع اللي تريده تجد الملفات موجودة، تضغط على الرابط يفتح لك الفيديو مباشرة. النقطة الأخيرة اللي ذكرناها والثالثة المهمة اللي هي سهولة وسرعة تبادل المعرفة وتناقلها. بكبسة زر تستطيع إرسال هذه الخريطة عبر الإيميل إلى أي أحد تريد أن تتشارك معه فيها، مع كل مرفقاتها الموجودة على جهازك والروابط سوف تنتقل إليه. أيضا تستطيع رفعها على أحد مواقع المشاركة. أيضا تستطيع تحويلها بسهولة إلى ملف وورد أو ملف بي دي إف أو إلى ملف باوربوينت إذا احتجت. يعني في يوم من الأيام أنت عندك خريطة، جاك فجأة الأستاذ قال لك سوي لي عرض تقديمي عنها. أنت ما راح تتعب تسوي عرض تقديمي، هي مباشرة تكبس الزر أنت تجهز كل شيء وتحولها إلى ملف باوربوينت. في نقطتين مهمة أيضا لا بد أن أشير إليها، وهي ليش تبدو كلوحة فنية؟ تبدو كلوحة فنية لأنه جانبين فيها، جانب نفعي وجانب جمالي. الجانب النفعي أنه أسهل التذكر، أمتع. أنت لما تنظر إلى شيء جميل ما تنسى، فأسهل لتذكرك، ضممت فيها صور وألوان وكلمات كتبت بخطوط مختلفة زي كلمة الوفرة هناك تغير فيها وخطوط معينة ومتعرجة، فهذا أسهل التذكر. النقطة الثانية الجمالي، حبنا للألوان والصور شيء فطري فيها. من فيكم يفضل يشوف التلفزيون الأبيض والأسود اليوم؟ أحد غير جعله؟ ما أحد غير جعله أبدا. الكتاب الآن، الكتاب كتبكم الآن أنتم في الجامعة، لو لم تكن ملونة يعني لا بد أن تكون الألوان شيء جميل، لذلك حبها فطري فينا، فهذا شيء جميل. الجمال مطلوب والإبداع مطلوب في هذا العصر. النقطة الأخيرة اللي أحب أشير إليها أنه ليش هي بهذا الشكل؟ ليش انطلاق من النصف والتفرع على اليمين واليسار وفي كل الجهات ومن ثم التفرع إلى ما لا نهاية؟ الحقيقة أنه هذا الأمر لكي تنظم المعلومات كما تنظم في عقولنا. كلكم شفتوا صور الخلايا العصبية؟ في خلية عصبية ماشية بخط واحد مع الثانية والثالثة. الحقيقة أنها تقوم بروابط متشعبة، فهذه الطريقة اللي تنظم فيها عقولنا أفكارنا، فهذه الطريقة تتناسب مع تنظيم عقولنا للأفكار، وفي نفس الوقت تتناسب مع تنظيم المعلومات على بيئة الإنترنت. بيئة الإنترنت كل صفحة يمكن أن ترتبط بأي صفحة أخرى ليست خطية، وهذه الصورة يمكن توضح لكم أكثر. شوف الصورة اللي بصدر. هذه بيئة الإنترنت على اليسار تشعبية بشكل كبير جدا، وهذه صورة الخلايا العصبية للدماغ. فنحن بحاجة إلى استخدام الوسيلة تتناسب مع ما نتعامل معه. المعلومات ناخذها من الانترنت نوديها لعقولنا، نطلعها من عقولنا نوديها للانترنت. هذه بيئة تشعبية وهذه بيئة تشعبية. فهل نستخدم وسيلة غير تشعبية؟ اترك الإجابة. وهذا عندي، والسلام عليكم ورحمة الله.